متباينه لوغاريتميه، متباينه لوغاريتميه. احنا قلنا في المتباينه اللوغاريتميه اللي بالصوره دي لوغاريتم في طرف واحد، واهو نقول الاكس تنزل هنا اكبر من الاساس، الاساس 5 من الاس 2، يعني اكس اكبر من 5 اس 2 بكام؟ 5 اس 2 ب 25، يعني الاكس اكبر من 25. تاني نعيد تاني، الاكس اهي تنزل هنا اكبر من الاساس 5 الاس 2، هو ده الاساس، هو ده الاساس، هذا الاساس، هذا الاس، الاساس 5 الاس 2. نقوم نكمل المساله، يبقى اكس اكبر من 25، يعني الحل بتاع السوليوشن ست بتاعتي اكبر من 25، يعني من 25 مفتوحه في قوس كده مفتوحه لوين؟ لما لا نهايه. تمام، هو ما قاليش تحقق حل المتباينه، بوقف لحد هنا. تقول لي طيب امال في المعادله اللوغاريتميه تحققت ليه؟ المعادله اللوغاريتميه لازم اتحقق، مش بتحقق من صحه الحل، لا انا بتحقق عشان اشوف مين فيهم الحل، ماشي؟ اما هنا ده تحقق من صحه الحل. في فرق ما بين المعادله اللوغاريتميه اللي بقول لك شوف المعادله اللوغاريتميه، انا جبت حلين وبتحقق مين فيهم الحل الصحيح، يعني فاهم؟ ففيها واحد حل صح وفيهم واحد حل خاطئ، يبقى الحل الصحيح 7 هنا. اما هنا هو ليش تحقق، بوقف لحد هنا، لكن لو بيقول لي تحقق من صحه الحل، تحقق يعني ياخد عدد هنا جربه كده، اخد مثلا 1000 الاقي